التشبع بالخنادق، وبالتالي فإن السلطات سلطات الدولة أقرت على عملية توسعة لمركز الردم التقني، أي أن تم إسناد هذه المهمة للوكالة الوطنية للنفايات لإنجاز هذا المشروع عن طريق الصندوق الوطني للبيئة وحماية الساحل، وبالتالي فإنه يعتبر متنفس بالنسبة لسكان المنطقة من أجل التصدي لهذه النفايات المنزلية. بالنسبة للبيئة الصناعية فإن مفتشو البيئة يقومون بعملية تفتيش ومراقبة على مستوى المؤسسات الصناعية، وذلك للحد من التلوث الصناعي الناتج عن مختلف النفايات كالتلوث عن طريق المياه أو عن طريق الجو أو عن طريق مخلفات المواد الكيماوية. وبالتالي تم استصدار أكثر من 45 إعذار بالنسبة للثلث الأول، وتم اقتراح الغلق أكثر من 12 قرار غلق، وذلك من أجل تحسيسهم للمحافظة على البيئة، وبطبيعة الحال